إنا لله وإنا إليه راجعون. حد كان يقول إن فارس يتخطف مننا فجأة كده؟ لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. دنيا غدارة، مكسب على خسارة، وإنت خلاص تخسر دلوقتي يا خسارة. عجيب إنت، غريب. بس يا ابني إنت بس عجيب إنت إيه؟ إنت مش شايف الصورة؟ ده صغير قوي حبيبي. بقاء لله يا فندم. بقاء لله يا فندم. شد 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 ومد. حاضر. البقاء لله. ده حضرتك شبهه قوي، حزين قوي. بقاء لله. كلنا رايحين. بقاء لله يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه انتوا توأم. ها توأم. اقلع. ايه؟ اقلع البلطو الابيض ده، هنا مفيش ابيض خالص. يا فندم الحزن ما وصلكش للمرحلة دي. انت مين؟ يا فندم انا هو. ايوه انا ده دكتور امجد. انا دكتور الاوتيل الجديد، متعين هنا بقالي حوالي 3 ساعات، بس حاسس ان في حاجة غريبة بتدور في المكان ده. قمر 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 يا يارا. ميرسي يا روحي، انتي ما كدبتيش. طب والله العظيم احلى عروسه في الغردقه كلها. غردقه بس؟ في مصر كلها يا مامي. ربنا ياخدك بعيده. فريده انتي قلتي حاجه ما سمعتكيش، بتطبلي معاهم او حاجه؟ لا يا روحي. اوكي. ممكن بقى تسيبيني اروح اشوف شغلي. حبيبتي انا شغلك النهارده. وده مين ان شاء الله اللي قال لك كده؟ فارس هو اللي قال لي ان فريده في ديلك من اول اليوم لاخره، فخليكي في ديلي. ما قالكيش بالمره اشتراني بكام؟ ممكن هتكلم في مشاعري يا اشرف، بليز سيبوني يا جماعه. بيرو جيف مي يور هاندز. هي بجد هسالك سؤال. اتفضلي. انت اشرف بتكلم في، انت اكتر واحده عارفه فارس. ارحمي امي بقى. هو بجد دلوقتي خلاص مش بيتكلم مع اي واحده تانيه صح؟ لا اطمني من الناحيه دي. مبقاش يبص لاي واحده. كنت متاكده ومتوقعه. هو يعني كان هيلاقي زيي فين؟ ولا في شعري فين؟ مررت يا الله اكبر عليا. اشرف فوليوم. ده هي بقيت من الحاجات الجوزية يا رب. بقولك ايه؟ نعم. خدي ديلي بقى. اهدى يا فارس اهدى، مش كده الليله دوب ولازم نرضى بالمكتوب. الليله دي الليله دوب ومفيش قلوب تجرح حدود الليله دي. ايو 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 ايه 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 تا تا تا. سوري معلش يا فندم. تحت امرك. طبعا يا فندم حضراتكم منورينا في الريزورت واكيد منورينا في الحفله، بس حضرتك لابس قميص ابيض وده ممنوع في حفله النهارده. انا اسف. ايه المشكله ان انا لابس قميص؟ هو بديته سودا. هو حضرتك ما ينفعش اساسا تتكلمي بالروج البينك اللي حضرتك حاطاه، لان ده برضو ممنوع في حفله النهارده. وحضرتك يا فندم لو شفنا الانفيتيشن هنلاقي مكتوب دريس كود تحت عزاء فارس قنديل. سوري. يعني نرجع القاهره وبلا فرح؟ انا رايي ترجع للمدام في الموضوع. لا طبعا لا طبعا، ما خلصناش يا فندم. ايه ادهم، دول ضيوف فارس بيه. انا عندي عرض لحضرتك تحفه يا فندم. عندي قميص اسود وجرافات سليم هتاكل من البدله حته، وعندي بادي اسود للمدام يبقى تحفه على حضرتك للمناسبه السعيده ديت. كل دوت ب 1300 بدل 1600. اشتغاله بقى يا حبيبي. محروس يلا بينا، معانا هدوم سودا في العربيه. يلا. طب اديني 500 جنيه واروح اجيبهم لحضرتك. على فكره بقى لازم العربيه تكون سودا هي كمان. سعيد انت بتعمل ايه؟ ان انا بسترزق كده ادهم.
قلت بدل الموضوع مش جايب همه قلت اجيب شويه قمصان سودا عشان الظروف الصعبه اللي زي دي. اولا اسمي مستر ادهم، نمره 2 لو سمعت الاوفر ده اتقال لاي حد داخل هتزعل مني قوي يا سعيد، وثلاث ثواني ثلاث ثواني ما لقاكش قدامي. اتفضل. حاضر. اتفضل يا سعيد. ان شاء الله هيتجوز. وانا كمان ليها. بتقولي ايه يا يارا؟ الطرحه بتاعتك اتقطعت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا لا، الطرحه دي اهم حاجه في الفرح، اهم من المعازيم والفرح نفسه. لا احنا لازم بقى ناجل الفرح 6 شهور عشان نجيب طرحه ثانيه. ايوه عشان تليق على الفستان. طب يا يارا بعدين 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 بقى. نبيل فارس حبيبي، والله جاي لك من العنايه المركزه حالا انا والاستاذ بودي. قالوا لي ساعه واحده بس، ساعه واحده لو اتاخرت على المشرحه. انا والاستاذ بودي. ايه اللي حصل لك يا ابني؟ سمعت كلامك يا اخويا، ولاول مره في حياتي اقول لا لمراتي. ويا ريتني ما قلت. ايه ده، هي اللي عملت فيك كده؟ هي ده، هي وامها وابوها واصحابها اللي على الفيس. انا اتنفخت يا صاحبي. معلش معلش يا حبيبي، انا اسف. لا لا انا اسف استاذ بودي. لا 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 ما تقولش كده، احنا اخوات يا جدع، عيب عليك. اهو ما شاء الله ربنا كرمك وهتلبس وهتتجوز وربنا ان شاء الله ينتقم منك كده. طب روح قول لها لا بقى تاني. لا سعيد، انا سعيد. عايز ايه؟ عملت ايه؟ في ايه؟ قال لك عليه. هو ايه؟ ويلي قصدك المأذون؟ ايوه. عملت ايه؟ مش قالك طفشت طفشت؟ يعني انا مستني واحد زيك عدوي يقول لي الكلمتين دول. سعيد عدوي ايه؟ طبعا طفشته. اول ما دخل عليا قلت له يا مولانا تولاله. مولانا تولاله؟ يعني ايه مولانا تاني؟ كنت عايز اقلقه. ايه؟ بكلمه بالسيم زي ما انت بتكلمني. رحت اديته كمان بقى، قال لي هو مش ده فرح فارس قنديل؟ قلت له الله يرحمه يا مولانا ويحسن اليه. وتأثرت قوي بقى. ها؟ ايوه ايوه. قلت له ده في العنايه المركزه دلوقتي بين الحياه والموت، الحق روح زوره بقى. هو في العنايه المركزه دلوقتي؟ بس فارس في العنايه المركزه؟ يا غبي. ايه؟ ده انا بقوله هو كده، مستر فارس جوه. ايوه صح، ما هو لسه بقى. انت بتشتغله؟ ايوه بشتغله. انت اشتغلتني انا؟ ايه رايك؟ إيه؟ اقنعتك؟ ايوه يا ابن اللذيذ. ما انا اقنعته هو كمان. جدع جدع. الحمد لله. بقول لك ايه؟ روح لمستر فارس بقى طمنه، قول له انت وراك رجاله. ماشي. استنى. ايه؟ تاكل الزلط. ماشي. استنى. ايه؟ تاكل. مش عارف. مفيش حاجه في بالك، ما توقفنيش. ماشي. 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 فرحان فرحان. ماشي. مستر فارس عايزك تطمن خالص، وراك رجاله تاكل الزلط. رجاله تاكل. مش لاقي لها حاجه. نشے سے چڑھ گئے اے کڑی، نشے سے چڑھ گئے اے پتنگ سے لڑ گئے، ایسا کھینچے دل کا پیچھے گلے ہی پڑ گئے، نشے سے چڑھ گئے اے کڑی، نشے سے چڑھ گئے اے کڑی پتنگ سے لڑ گئے، جس نے کھا جنوں نو 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 عامل لي عايزة يبقى جوازك. انت بتتحداني يا ابن قنديل؟ ايييييل انت مش حامل النفس الطويل قنديل بيه. معلش بص بقى جدي، انت غصبت عليا في الجوازه دي، سيبني بقى احتفل بطريقتي. ينفع كده يا جدو؟ بقى حفيدك الوحيد تعمل فيه كده للدرجه دي؟ بتكرهه؟ لا لا لا، لحظه واحده، البوسه دي اللي جابها هنا. ايه ده؟ مين الخفيف ده يا جدو؟ غلاب عبد الوهاب، محامي قنديل بيه. اهلا وسهلا. يلا معانا غلاب. لا لا لا، انت مش حمل كحة. بيسلم عليك وحش. معلش معلش، هو مفيش اهلا وسهلا ورد على دي سؤال. مين الجوزة دي؟ مين الجوزة دي؟ ده نبيل صاحبي وده بودي محاليل. ده مين ده؟ بودي محاليل. بودي بودي محاليل. حلو حلو، ازيك يا محاليل؟ وبيعمل الجوزة دي انت؟ انا اللي عامل كده، انا داس عليك قطرة ليه؟ يا ريت داس عليا مراتي، ما رضيتش اقلب لها السلطة. قلبتني شيف. قلبتك شيف؟ يا نهار يا جدي، ده متجوز بقاله اسبوع، بص حصل له ايه؟ نحن السابقون وحفيدك ان شاء الله بيلاحقون. انت تقول له ايش الا هم كمل على عمليته فيك مراته. الله الله. بس سيب لي فيديو ده عليه. محاليل يا قنديل بيه، محاليل. يلا يا بودي يا نبيل، خليك استنى استنى يا بودي استنى. جدي انا عايز اجيب لك بقيه اصحابي عشان تعرف ان انا عندي حق. وكلهم زي الجتة لا، الحمد لله كلهم سلام. لا والله. ينفع
ينفع ثلاث ايام ما اكلش ليه يعني ثلاث ايام قول ايه نسيت انشر عادي نسيت ايه انشر حبيبي والله مشغول وانت نسيت ايه انا نسيت نفسي لا حول الله نسيت نفسي للاسف كل حاجه طلبتها مني عملتها طب الحمد لله عربيه احدث موديل حاضر وغير الحمد لله شقه في التجمع الخامس حاضر وغير الحمد لله مارشميلو حاضر وغير مين مارشميلو مارشميلو حلويات عند البيت انت مش حمل مارشميلو للاسف يعني انت مريش فيه وانا كمان كنتش اعرفها بس جبتها وغير الحمد لله جبتها لها قلت اريح دماغي من الزن بقى كتبت كل حاجه باسمها وماله نمت صحيت لا لقيتها ولا لقيت الحاجه شفت بقى يا جدي عشان كده بقى انا مش عايز اتجوز ومش هتجوز انت مش حمل القوامه يعني لا سيبني انا اضربه اضربه هم دول صحابك جايب لي نماذج غير مضيئه تشع طاقه سلبيه ما عندكش نموذج حي زيي ها في مالك فيه ايه ده؟ وايه اللي جابه ده كمان؟ المأذون وصل عند البيت. ايه؟ المأذون وصل. المأذون وصل. انت حبيت تعمل حركه عشان انا ما كلمته وجبته هتتجوز يعني هتتجوز. طب حالة التورته طازة ربنا يبارك لصاحب النصيب ملحوظة رشة سكر بره لا اكتب بالمرة استعمال حلواني انت بتعمل ايه يا ابني انا بنزل اعلان للتورته البيضة الفواكه اللي صدرناها من الزباين والله العظيم يا سعيد انت ابن حلال يا سعيد الله يبارك لك انت عارف انا مالي قد ايه ما اكلتش تورته فواكه زمن يلا بسم الله انا وانت بقى لا ما يصحش يا مستر ادهم ما يصحش ايه دي هتتباع تتباع ثلاث ثواني ما لقكش بالمكنه طازة بره حاضر بس خلي بالك منهم دول زي عيالي زي عيالك امشي طبعا حاضر زي عيالي ايه طرد فواكه وتتصادرها ما هو سنة ايه ده ايه كنت فين كل ده كنت مع العروسة يا سيدي عايز انا افضل معها طول الفرح انا سمعت ان الطرحة باظت مش خايفة لا بصمتك عليها ممكن تسكت خالص وبعدين مالكش دعوه لو بتحبيني بجد ادعي لي الفرح ده ما يتم النهارده لا ان شاء الله هيتم عشان مش فاهم انت ليه مصممه حاطه فارس في دماغك ممكن حضرتك تبصي حواليكي كده يمكن تلاقي حد تاني مثلا يحبك ولا حاجه وانت مش واخده بالك منه من الحمار ده ان شاء الله لا يحبني وانا بحب واحد تاني حمار شكرا استاذنك حاضر عشان خاطر انهق شويه أنا مش قلت نصلح السقف؟ الفرح ده هقلبهولك ميتة ما سعدت البيت. آه أنا خلاص وصلت عند المصدر. سلام. حجوزات النهاردة كتيرة جداً بجد أنا مش عارف أعمل إيه كمية حجوزات رهيبة صباح الخير صباح النور يا فندم هسه ثانية بس بخلص حجز مساء الخير معلش عذرا يا فندم بس النهاردة عندي حجوزات كتيرة جداً أمري يا فندم لو سمحت أنا كنت عايز أوضة دبل تريبل تأجرها يعني لا هحشيها لا مش كده يا فندم تأجرها طبعاً وما الحنايم فيها دعني عذرا يا فندم معلش النهاردة عندي يعني حجوزات كتيرة جداً فمش مركز الغرفة عندي في اليوم ب 2000 جنيه 2000 جنيه بس كده كتير قوي 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 يعني يا فندم ده سعر خاص عشان خاطر حضرتك ازاي انا قلت يعني المكان مش ولا بد واكيد مفيش حجوزات فانتوا عاملين تخفيضات لا يا فندم مع احترامي لحضرتك احنا مكان لابد جدا وعلى فكره احنا اوتيل 5 ستار ونسبه الاشغال عندي عاليه جدا اقول حاجه لحضرتك الاوضه اللي حديها لك دي اوضتي احنا مفيش فاضي يا انا كده بتكسبوا بقى اوه يا فندم مكاسب مهوله انتوا مش عارفين نودي فلوس فين سامحني بس فندم الو ايه يا فريده
الفوج الالماني؟ لا ثانيه واحده، حضرتك هتاخد الغرفه ولا اديها الفوج الالماني؟ انت هتقعد الفوج الالماني كله في غرفه؟ ما هم حضرتك اطفال فبيحازوا بعض. مفيش مشكله، ممكن تحط لي كرسي جنب الاطفال، انا ممكن انام. لا ما يصحش، لا لا والله ما يصح لحضرتك، خلاص لا لا يلغي معاها. فلوس دولار ايه يا ماما؟ انا قلت كده ما برجعش فيها، خلاص يا فريده يلا نورنا يا فندم. شكرا، بس يا ريت الغرفه بسرعه عشان دقني ابتدت. يا غريب ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا استاذ؟ ايه يا جدع خضيت في ايه؟ ايه ده؟ ايه الوردة السودة دي؟ شطت منك في الفرن ولا ايه؟ هو يوم اسود من اوله. عقبالك يا سيدي. حياتك ان شاء الله. ايه ده؟ انت مين؟ ها؟ انت من قرايب العريس ولا العروسة ولا مين؟ تقدر تقول من قرايب العريس وقرايب العروسة وقرايب المأذون، ميكس كده. انا مش فاهم حاجة. ولا انا. المهم انا كنت عايز اسأل على حاجة. هو ده مش منتقع فارس عامر انديل ابن عامر حفيد انديل؟ ايه منتقع؟ فرح؟ اي مين يعني فرح فارس عامر انديل ابن عامر حفيد انديل؟ ما شاء الله عليك ذكي قوي، الله اكبر. شكرا شكرا. هو يبقى اكيد انديل ده مليان. ده خاسس والله على فكره. انا ما اقصدش انديل مليان يعني تخين، انا اقصد مليان بالدفي مع فلوس. أيوة. عشان يعمل فرح في المنتقع ده كله لازم يكون دافع فيه المبلغ الفلاني. اول فرحته بقى يا سيدي. ان شاء الله تبقى اخر فرحته ان شاء الله. لا اله الا الله، لا حول الله، لا 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 مالك يا لا فضفض لي في ايه؟ في ايه؟ لا لا مهما كانت الصعوبات لازم نكون اقوياء. لا لا لازم، ده بعيد عنك راجل بخيل قوي. بخيل قوي؟ بعيد على قلبه قد كده. قد كده معاه فلوس اقسم بالله. انا بحسدش على فكره. واضح والله ما بحسدش. واضح. انا بحقد عليه. تحقد عليه؟ ده انا الجرسون الوحيد هنا، مش عايزين يجيبوا واحد غيري ولا يقبضوني ولا حتى يرقوني ولا ايه؟ لا حول الله، الجرسون الوحيد هنا لهوي، دول مصمصوك. انا حبيتك قوي. معلش معلش اصبر كده واصمد، يلا خش انت في جرابك. يلا انديل ده شكله معاه فلوس كتير قوي. مش عارف راحت فين، بس كل ده بتدور على البطاقة. شكلها اتسرقت. هو يجوز اتجوز من غير بطاقة؟ لا يجوز، أي ما ينفعش. طب خلاص يبقى مفيش نصيب. انت بتتلكك ولا بتتلكك؟ ما انت سامع يا جدي بيقول ما ينفعش اتجوز من غير بطاقة. لا لا محلولة البطاقة يا مولانا. اشكي يا شيخ مولانا؟ فارس ايه؟ انت جبتها منين دي؟ من الاوضه طبعا. انا قلت له قلت له هتلاقيه مخبي البطاقه تحت المخده اللي على سرير نومه، زي ما كنت بتخبي زمان الشوكولاته يا فرن وزواج. ما تخافش يا ابني، الجواز مكتوب على كل واحد مننا. فعلا زي الموت بالظبط. هو الواحد بيبقى مكلبش في الدنيا بايديه واسنانه، يجي الجواز يخطفه في لحظه. فعلا كام واحد من الناس كانوا في وسطينا ودلوقتي مرميين في بيوت مراتاتهم. والله العظيم الراجل ده بيقول حكم. ده ايه؟ ناصح امين. انظمك يا ناصح، لا انت ناصح ولا امين، ده انت زفت الطين. في كده انت جايب المأذون ده من عمر مكرم ولا ايه؟ والله العظيم كان كويس، هو شاف العزا دخل في الموت. اخرج اخرج من الموت. انا اخرج الان. اخرج مزارع. اصبحت سعيدا. اذا هيا هيا يا بني تشاهد وقل زوجيني نفسي. لا اوعى تقول. لا لا انت تاني بني افصل عنه الاجهزه يا بني. حاضر يا باشا. بني يلا يا ابني قول زوجتك نفسي. جدي زوجك نفسي. انت هتهزر؟ اقسم بص قدامي الناس والله مش ده اللي حصل. يلا يا شيخ انا قابلت زواجه على عيبه. هيا يا بني وقع على عقد الزواج. لا لا بارك ما توقعش يا بارك. لا توقع يا فارس. ما تنديش يا فارس حتى تجيبوني. يلا يا ابني خلصني. وقع على عقد الزواج. وقع وقع. حاضر يا فارس ما تسيبناش. حاضر يا جد. حاضر 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 يا جد. حاضر يا جد. لا لا يا فارس حاضر يا جد. لا صاحبي لا 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 مش هتجوز. ده فول اوبشن قوي. ده حديث. مش هذا الكرسي انت بتشاور على نفسك
ما حضرتك انا تعبان بس 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 واضح ان حضرتك تعبان اكتر مني. انا نفسي اساعد حضرتك. ما انا يا فندم لسه ما وصلتش لشابتر الجلطات والازمات القلبيه. ما وصلتش ليه؟ للازمات القلبيه والجلطات. ده لما توصل لشابتر اكون انا اتشطرت. هلا يا جد بسلامتك. على فكره انا ممكن اسلي حضرتك. جدو يا جدو يا اجمل جد تعالى نلعب وننسى الجد. الله الله عجبتك؟ صوتك حلو قوي. سانكس جدو. اطلع بره. ايه؟ اطلع بره. ما اقدرش اسيبك انت كيس. جد الف سلام عليك يا جدي. فارس ايه ده؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ بص عليك يا اخي انت ايه؟ انت تقتل القتيل وتمشي في جنازته؟ انا شفتك فين قبل كده؟ انا ده؟ انا ده دكتور امجد. انا اللي حضرت العزاء بتاعك او الفرح. طب معلش ممكن تسيبنا لوحدنا؟ لا ما اقدرش اسيبك لوحدك. ما اقدرش اسيبك مع الكيس بتاعتي لان حضرتك من ساعه ما مشيت من الفرح وهو في الحاله دي. يا اخي اعتبرها جلسه عائليه بيني وبين جدي. ممكن تتفضل انت. انا عايزك تسيبني انت كيس. ابوس ايدك. سيب الكيس ده واخرج بره. ابو زيدك اخرج بره. انت يا جدو ده اطلع بره. اطلع بره فارس. انا مش هسيبه. انا هستناك بره. حاضر يا جدو. انت اللي مجنون. ده مجنون ده ولا ايه؟ الف سلام عليك يا جدو. فارس انا عايز اقول لك كلمه واحده قبل ما اموت. اتفضل. طز فيك كده يا جدي؟ يعني حتى مش قادر تمسك لسانك وانت عيان؟ عشت العمر كله اتمنى انك تتجوز واشيل عيالك على كتفي. ما انت شفت يا جدي، شفت اصحابي اللي اتجوزوا حصل فيهم ايه؟ عايزني يعني ابقى زيهم؟ لا مش هو ده السبب. انت فارس اللي مش عايز تتجوز. عشان ما تشيلش مسؤولية. لكن معلش اللي ما قدرتش اعمله في حياتي هعمله بمماتي. يعني هتعمل ايه يعني يا جدو؟ هتبعت لي عفريتك يعني يخلينا اتجوز بالعافية؟ هزر يا خفيف. بكرة تقعد مع المتر غلام لو قصته بإيه؟ لا قصته بإيه يا جدو؟ هقول لك، خليها لك مفاجأة. لازم أحرق دمك زي ما حرقت دمي. غريبة يا أخي، أنا ليه عشت العمر ده كله من غير ما أتبرى منك؟ كان لازم أتبرى منك. جدو بلاش هزار في الحاجات دي. جدو أنا مملكش غير الفلوس اللي أنت هتسيبها لي بعد عمر طويل. جدو جدي 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 الله يرحمك يا قنديل بيه، انه لله اللي كان السبب. انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ يعني انت مش عارف؟ ايه يا اخي؟ ايه؟ انت وحش؟ كان هيحصل ايه يعني لو سمعت كلامه وجوزت واحدة من البنات اللي جابها لك؟ او حتى من البنات اللي ما جابها لكش؟ يبقى فكرني ارفضهم كلهم بعد ما استلم الميراث. ميراث؟ ايه هادي؟ هو انا جدي ليه وريث غيري؟ للاسف لا. هو مش قال لك هيعمل لك مفاجاه؟ ايوه قال لي انه سايب وصيته معاك. هو فعلا ساب الوصيه معايا ومضاها بخط ايده وخلاني سجلتها في الشهر العقاري. جدك شرط عليك انك تتجوز في خلال 60 يوم والا هيضيع عليك تلت الميراث. ده ايه شغل العافيه ده؟ هو مش قال لك مش هعرف اجوزك في حياتي، هجوزك بعد مماتي.
بقول لك ايه، انا اللي هتجوز ولا عايز تلت الميراث؟ كفايه عليا التلتين. تاني ها اللي انت ما تعرفوش ان التلتين دول هما الاوتيل، والاوتيل عليه مديونيه وهيتحجز عليه قريب. ايه ده؟ الاوتيل مديون؟ مديون؟ والله يعني ايه؟ يعني هيتباع قريب ومش هيفضل لك غير التلت اللي انت بتضحي بيه عشان تبقى عازب. لا يا راجل. ليه كده يا جدي؟ ليه كده؟ أنا كنت بحبك أوي. لازم أمشي وأخلص من اللي أنا فيه ده. أنا زهقت. مبروك يا فارس. مبروك على ايه؟ جدي رجع في كلامه وافق يسيب لي الميراث من غير جواز؟ يرجع في كلامه ازاي بعد ما مات؟ امال انت جاي تبارك لي على ايه؟ يا انا وافق ترجع لك بعد كل اللي عملته فيها؟ شفت ازاي هي بتحبك قد ايه؟ طب سيبني بقى انزل القاهره ونتكلم بعدين. مفيش بعدين، فاضل شهرين على مهله جدك يا سيدي. عقبال ما تتصل بيها ونحدد ميعاد. لا ما انا خلاص اتصلت بيها وجاي في السكه. ده انت مصمم بقى. انا مش هسيبك تضيع ميراث جدك ولا تضيع عليا مكافئتي. مكافئه ايه؟ مكافأة بسيطة كده عملها لي جدك الله يرحمه، لو قدرت يعني اتجوزك في خلال شهرين 5% بس من الفلوس اللي تاخدها. يعني انا اتجوز واتنيل وانت تقبض وكمان 5%؟ طب والله العظيم انت ريحت قلبي، اللي يبص في 5% عمره ما يضيع 95. مبروك علينا. بونسوار مادموزيل. طب والله انت صعبت عليا، بالذات لما مسيو فارس هرب منك كده وفضحك قدام الدنيا كلها. بس ولا يهمك، اه والله انت تستاهلي واحد احسن منه. ست كده لو كان يعني جخصه محترم كده ومستني ترقيه، هي متاخره شويه بس هتيجي ان شاء الله. يعني انت شايفني كويس؟ اه شايفك. متاكد؟ طب شايف دي؟ اه منجا انت قطعتي من ايه؟ بقول لك ايه، يلا يلا من مطبخ اخوه، يلا يلا من هنا. طلع تستاهلي ان هو يسيبك في بلجير. رايح فين؟ يا عم هتلاقيها متعصبه بقى من المره اللي فاتت، مش هينفع. لا شد حيلك كده وجمد قلبك، اللي انت عملته فينا وفيها مش شوية وجع ساعة ولا كل ساعة. لا يا عم. مساء الخير. اه عرفكم ببعض، فارس. يارا منورة الدنيا يا هاني. الحمد لله على السلامة. انت هتفضلي ساكته كده كتير؟ والله يا استاذ غلاب هو قال لي ان انت اللي عايز تتكلم مش انا، اتفضل. انا بصي بقول لك ايه، سيبك بقى من كل اللي فات وتعالي بقى نتكلم في اللي جاي. اللي هو ايه اللي جاي؟ اللي جاي اننا نتجوز. ده سؤال؟ لا نتجوز. ايه المفاجاه دي؟ انا اتفاجئت، تراني متفاجئه. طب ما احنا كنا هنتجوز وانت اللي هربت مني المرة اللي فاتت. ما انت عارفة ان انا كاره الجواز. نعم. لا كنت كاره الجواز يعني، ما كنتش اعرف ان انت قدري. طيب يا سيدي، وانا موافقة اكون قدرك السعيد الجميل بس على شرط. شرط؟ اه. شرط ايه ده؟ تتجوزني قدام كل الناس اللي شافوك وانت بتهرب مني المرة اللي فاتت. تمام؟ اشمعنى يعني؟ هو انت عايز تهزقني في ميدان وتتجوزني في حارة مع عيوب انا ولا حاجة؟ لا لا لا، وجهة نظر، عندك حق. حاضر، اتفقنا. اتفقنا. اتفضل يا عريس، وقع على عقد الزواج. هتوقع ولا زي المرة اللي فاتت؟ اتفضلي يا عروسة، وقعي على عقد الزواج. لا انا بقى اللي هسيبك المرة دي. انت عايز تتجوزني عشان ما تخسرش مواظبك، بس انا بقى ما عنديش اي حاجة تخليني اتجوزك غصب عني، خصوصا بعد ما هربت مني المرة اللي فاتت. اه عشان كده بقى صريت تجيبي نفس الناس اللي جم المرة اللي فاتت. طبعا
كان لازم كل الناس دي تبقى موجوده وتشوف ان انا اللي هسيبك المره دي مش انت. عن اذنك. Thank you.